هي وهو جاي وبدون ما نوضح ليه السبائك، الناس عارفه ليه السبائك الذهبيه وخصوصا عيار 24، بتقابل لنا مشكله كبيره ايضا من في الحجيج عند العوده، الا وهي الحجيج بيبقى احنا كمصريين ناس جمال قوي، بنحب ناخد هدايا للحبايب والاهل والاصدقاء معانا واحنا راجعين. هم ناسيين ان شركات الطيران الاغلبيه من شركات الطيران بيبقى في شنطه واحده بس، الحاج يبقى جايب اكتر من شنطه، ده بيعمل مشكله كبيره في المطار، الطياره مش معقوله هتشيل كل الشنط دي، وحتى لو هتشيل لازم هتدفع رسوم محدده من قبل شركات الطيران المختلفه. لذلك احنا بنقول للحاجين والشنطه لا تزيد عن 23 كيس، لان الصعيدي حاطط فيها 70 كيس. 23 بالنسبه لبعض شركات الطيران حاليا يا احمد بيه سمحوا ب 30 كيلو زائد 7 كيلو هاند باك في اليد في الطياره، كلام حضرتك مظبوط. الصعيدي بيحط 70 كيلو في الشنطه الواحده. مش هيطلع الطياره. هو يطلع الطياره. طبعا الوصول قبل الرحله على الاقل باربع ساعات لابد من الوجود في المطار، لان في بيبقى في العوده بخصوصا من المطارات الرئيسيه اللي هي جده ومكه والطائف والمدينه المنوره، اربع مطارات بيبقى عليهم ضغط رهيب جدا. احنا طبعا عشان نبقين في العاصمه الرياض احنا بعاد شويه عن الزحمه، بينا وبين مكه تقريبا في حدود 1000 كيلو. انا بدعو للحاضرين ان شاء الله ان انا اشوفكم جميعا في بيت الله الحرام ان شاء الله العام القادم، او في العمره بعد فتح العمره ان شاء الله خلال ايام ان شاء الله العمره هتفتح بعد موسم الحج مباشره. تشرفونا وتنورونا، ربنا يكتب لهم همكم جميعا، وانا جاهز في عجاله لو في اي استفسار او توضيح تحت.